السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبكم سيارات من دفترين إلى ثلاث دفاتر. حلو؟ نبدي من أم الدفترين. خلي من بداية السيارة. هاي 520 ستيشن. هذا أنا معروفات. تاكسي مال مطار دبي. يجي بيها قطعتين أو ثلاثة صبغ. كثير. تمام؟ هاي سعرها دفترين أريده. عليها وياله مال ام وتايرات ودسكات وسيرفس كامل، مو نفس اللي ما بده يعرضون يبيعون لا تاير لا ويل لا كذا وتدخن وتبخر، هاي معفيه من هالسوالف كلها ومجهزه ومجهزه. قلنا سعر 20,000 دولار اللي على حدها سعر ذني على 25. هاي اكس 5 13 اكس 5 11 اودي 14 سبعة راكب. هاي الاودي فول بها قطعه واحده صبغ باب اللي ورا السكن. تمام، قطعة واحدة صبغ بيها وبيدي صارت المواصفات فول، تجي سبعة راكب سبعة راكب وجقات وجلد وكتفة وتبريد بكوشنات بانوراما أمامية وخلفية مثل ما تشوفون. تمام، فول سوبر تشارج اس لاين. مواصفات الاس لاين يعني بدي رياضي، شكل رياضي، ستيرن يختلف، دواسات ترايش كذا، يعني من هالأمور. هاي 25,000 دولار. هذه 2011 25، 2013 25، بس كان لغات صبغ البيضة، الزرقة ما فيها صبغ مكفولة. كيناتن 6 سلندر. الفرق ما بين هاي وهاي، هاي ام باكج رياضية وعليها تزويد، عدلت عليها داون بايب وباك فاير وصوت وتركيبات. تمام، بالإضافة إلى الشكل هو بلادي ام مثل ما تشوفون، هاي عدل وهذا مثل مقوس، التاير يجي اكبر والدواسات تجي ام والستيرن وال شوف وين ما تروح مكتوب ام ام ام. بس كماكينه ثيانه 6 سلندر، ممكن بها اضافات اللي هي الدبلات هي يعني دبو مالتهم سبورت ومن هالامور. هاي شكل كوشناتها يختلف، مكبرات الصوت، يعني من هالتفاصيل. هاي بها صوت كلش قوي طبعا عشان تنشر على الصفحة مالتي، واللي يحبها دزله صوت فرقعة وهاي الأمور. 25,000 دولار قلنا، هذه 25، هاي إنه سبعة راكب، سبعة راكب تجيبه بشفط، خمس كاميرات، فول مواصفات، بس كان لغاتة صبغ وباغة مو ضربة لو شيء. هذه الرانج 10 انشرتها قبل فترة، سيارة فول جديدة، احسب مو 10، احسب شهر 2020. الدواخل انتقدت ذاك اليوم يقولوا لي وسخة، هاي مو وسخة، هذا شاموه شاموه، هاي جلد. تمام، كلها بلاد سيارة، بولش من بولش وانتو فيسو، لا صبغ لا رايحة لا بارد لا كذا، ومن الزيرو لحد هسه كل سيارة بسها بالشركة، كلها بالشركة ما استردار حصرا. هذه ب 28,000 دولار، 8 سلندر بدون سوبر اتش اس اي. هسه عندنا الاكس 5 2 والاودي على 25 25 25 25، الرانج ب 28 وهاي الرانج ب 28، هاي 11 شبر او شبرن. هنا أنا اكو صبغ بالشامل، هذا مو ضربه في صبغ، وهذا تعديل بارد هم وكال السردار. السياره حل جديده ولونها حلو وداخلها بعد احلى مثل ما تشوفون كريمي. هذه هم ب 28,000 دولار، الرانجات على 28، بي ام 25، الاودي 25 ايضا، والبي ام الستيشن 520 دفترين، وهذه عندنا بثلاثه. هاي 14 اللي متابعني يتذكر، السوداء عرضتها ب 38,000 دولار، يعني ثلاث شدات 80، هاي نفسها بس لون ابيض واريدها بثلاث دفاتر، 730 عليها وياله مال 750، كلش حلوات عليها، وهي عند دواخلها قرميدي او ماروني، سياره وكاله العمش، فول مواصفات 6 سلندر 730،
بيها تعديل بارد مكانين لو ثلاثة على مود يكون دقيقين وياكم. بوب شفط ولارج وخمس بردات مواصفات 30 معروفة. هم خمس كاميرات تجي. إلى هنا نختم مقطع الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عاجبكم وإحنا بخدمة حياتنا لكم. فوقكم عدي بينا. إلى اللقاء، راح أترك لكم رقمي للاستفسار وعن الطلب، عنواننا سليمانية، وشكرا لكم، مع السلامة.